السلام عليكم، يعطيكم العافية ثامن. اليوم إن شاء الله توصلنا لآخر درس بالوحدة الثانية، عنوانه تحليل المقادير الجبرية بالتجميع. إحنا أخذنا الدرس السابق تحليل المقادير الجبرية بإخراج عامل مشترك. توصلنا لأنه تحليل المقادير الجبرية هي كتابتها كحاصل ضرب مقدارين جبريين أو أكثر. أخذنا اللي هي طريقة إخراج عامل مشترك. اليوم إن شاء الله رح نأخذ بالتجميع، رح نستخدم فيها إخراج عامل مشترك أيضا. بالتجميع رح نستخدمها لما يكون المقدار الجبري مكون من 4 حدود أو أكثر. آلية الحل اللي هو بعيد ترتيب الحدود الجبرية ذات العوامل المشتركة، بحيث إنه يكون بين كل حدين جبريين اللي هي عوامل مشتركة برتبهن جنب بعض، ومن ثم بقوم بإخراج عامل مشترك مرتين. نطبق آلية الحل على مثال 1 صفحة 73. 3 س تربيع ص زائد 4 س تربيع زائد 3 ص تربيع زائد 4 ص. بلاحظ إنه بين أول حدين اللي هي 3 س تربيع ص زائد 4 س تربيع اللي هي في مشترك اللي هي السين تربيع. أيضا بين 3 ص تربيع زائد 4 ص اللي هي الص أيضا مشترك. فهون اللي هي إعادة الترتيب جاهزة، مرتبينها جاهزة. باخذ أول حدين ومن ثم الحد الثالث مع الحد الرابع، وأقوم بإخراج عامل مشترك بينهم. عندي المشترك اللي هي سين تربيع، فبخرج السين تربيع عامل مشترك، بفتح قوس. بتبقى من هون إحنا أخذنا السين تربيع عامل مشترك، بيظل 3 ص. أكتب 3 ص زائد أخذنا السين تربيع هون، تبقى أربعة زائد نخرج عامل مشترك أيضا من اللي هو الحدين الثالث والرابع. المشترك اللي هو صاد أخرجها عامل مشترك، تبقى من هون 3، أخذنا صاد واحدة ظلت صاد، زائد اللي هون أخذنا صاد ظلت 4. بلاحظ إنه القوس اللي توصلنا له بالحدين الأولين نفس القوس اللي هي توصلنا له بإخراج عامل مشترك من الحد الثالث والرابع، لازم يعطيني نفس القوس. بقوم بإخراج عامل مشترك أيضا مرة ثانية، اللي هو رح يكون القوس المشترك بين الحد الأول والحد الثاني اللي هو القوس 3 ص زائد 4 هو العامل المشترك بينهن، بفتح قوس اللي هي سين تربيع زائد صاد. هون تبقى سين تربيع، هون تبقى صاد، بكتبهم بقوس. فكتبناها كحاصل ضرب مقدارين جبريين، المقدار الأول 3 ص زائد 4 والمقدار الثاني سين تربيع زائد صاد. لو بدي أتحقق من صحة الحل بقوم بضرب مقدارين جبريين، إما الترتيب اللي هي الأفقي أو العمودي أو التوزيع بالترتيب اللي هي رح نتحقق من صحة الحل. عندي هون رح أتحقق اللي هي الأفقي 3 ص، بدي أضربها في المقدار الجبري كامل سين تربيع زائد صاد، 3 ص في سين تربيع 3 س تربيع ص زائد 3 ص في صاد 3 ص تربيع زائد 4، بضربها بالمقدار كامل 4 س تربيع 4 س تربيع زائد 4 ص. بنكون هون تحققنا من صحة الحل اللي هي ضرب مقدار جبري في مقدار جبري آخر، أعطانا المقدار الجبري الذي قمنا بتحليله. راح نكمل اللي هو مثال 2 صفحة 73 إن شاء الله. مثال 2 صفحة 73 للفرع الأول، 8 لام تربيع زائد 4 لام ناقص 12 لام عين ناقص 6 عين. أول إشي بدي أتأكد إنه الحدود اللي جنب بعض اللي هي حدود ذات عوامل مشتركة عشان أقوم بتحليل بإخراج عامل مشترك بينهم. عندي بين 8 لام تربيع والأربعة لام، بين 8 و4 اللي هي 4 مشترك، ولام تربيع واللام اللي هي لام القوة الأصغر. سالب 12 لام عين ناقص 6 عين، المشترك اللي هي سالب 6 راح تكون واللي هي عين. إذا تأكدنا إنه ذات حدود مشتركة. هون راح تكون زائد سالب 12 لام عين عشان أخرج اللي هي سالب 6 عامل مشترك. عندي هون بين 8 و4 الأربعة مشترك ولام، بفتح قوس عشان أشوف شو ضل. أخذنا من 8 اللي هي 4، 4 ضرب إيش بعطيني 8 هي 2، واللام تربيع أخذنا واحدة اللي هي ضل قوة 1 زائد 4 لام كاملة أخذناها تبقى زائد 1 زائد بين السالب 12 والسالب 6 اللي هي سالب 6 مشترك، لام عين والعين اللي هي عين مشتركة. نفتح قوس عشان أكتب
الحدود المتبقية عندي هون من سالب 12 أخذنا سالب 6 بضل عندي 2 لام عين أخذنا عين بضل لام سالب 6 عين أخذناها كاملة بضل عندي زائد 1. بلاحظ إنه القوس اللي تبقى عندي الحدود الأولى نفس القوس اللي هي توصلنا له بالحدود الثالث والرابع. رح نرجع نقوم بإخراج عامل مشترك مرة أخرى اللي هو القوس 2 لام زائد 1، عشان هيك لازم يكون نفسه عشان نرجع نخرجه عامل مشترك. نفتح قوس بين القوسين اللي هي عملية الضرب اللي هي 4 لام ناقص 6 عين، تبقى هون 4 لام هون ناقص 6 عين، توصلنا لحاصل ضرب مقدارين جبريين 2 لام زائد 1 و4 لام ناقص 6 عين. رح أتحقق من صحة حلي اللي هو بالضرب الأفقي 2 لام ضرب 4 لام 2 ب 4 8 لام ضرب لام اللي هي لام تربيع. عندي 2 لام ضرب سالب 6 عين اللي 2 في سالب 6 سالب 12 لام عين. الواحد بدي أضربها بمقدار كامل 1 ضرب 4 لام اللي هي 4 لام، 1 ضرب سالب 6 عين اللي هي سالب 6 عين، بكون توصلت لنفس المقدار الجبري اللي قمنا بتحليله، لكن هون بدي أقوم بإعادة ترتيبه 8 لام تربيع زائد 4 لام ناقص 12 لام عين ناقص 6 عين، بكون أنهيت مثال 2 الفرع الأول تحليل وتحقق من صحة الحل. رح أنتقل للفرع الثاني. الفرع الثاني من مثال 2 3 هاء ميم ناقص 5 ميم زائد 20 ناقص 12 هاء. رح أقوم بإعادة ترتيب المقدار الجبري بحيث إنه يكون كل حدين جنب بعض اللي هي ذات عوامل مشتركة. إذا بلاحظ هنا عندي 3 هاء ميم في بينها وبين سالب 12 هاء مشترك، أيضا بينها وبين الخمس ميم مشترك. نفس الإشي رح يعطيني لو أخذت 3 هاء ميم مع الخمس ميم اللي هي ميم مشترك بينهن، والعشرين بينها وبين الاثناعش اللي هي الأربعة لأنها من جدول الأربعة. لو أخذت أول حدين والحد الثالث مع الرابع نفس الإشي رح يعطيني، لكن هون رح أعيد ترتيبها بحيث إنه يكون 3 هاء ميم ناقص 12 هاء زائد اللي هي سالب 5 ميم زائد 20، راح تكون هون عندي بين هنا الخمسة والعشرين اللي هي الخمسة مشترك. راح أقوم بإخراج عامل مشترك بين أول حدين اللي هو الثلاثة بين الثلاث والاثناعش والهاء ثلاثة هاء، بقى من هون ميم من الاثناعش أخذنا منها ثلاثة ظل عندي اللي هي سالب أربعة بين اللي أخذنا الهاء بين 12 والثلاث اللي 12 أخذنا منها ثلاثة بتبقى عندي اللي هي سالب أربعة زائد هسا بين السالب خمسة والعشرين اللي هو سالب خمسة رح نأخذها عامل مشترك، تبقى هون عندي اللي هو ميم العشرين أخذنا منها سالب خمسة رح يتبقى عندي سالب أربعة، فعندي هون القوس ميم ناقص أربعة هون ميم ناقص أربعة رح يكون العامل المشترك الثاني اللي هي ميم ناقص أربعة، بأخذ عامل مشترك مرة أخرى. عندي هون ثلاثة هاء تبقى ناقص خمسة، ثلاثة هاء ناقص خمسة رح أكتبها ميم ناقص أربعة في ثلاثة هاء ناقص خمسة، عشان لو أحلها بالطريقة الثانية إنه تكون الحدود ذات العوامل المشتركة اللي هي الحد الثاني الأول مع الثاني والثالث مع الرابع رح يعطيني نفس النتيجة، رح أحلها بالطريقة الثانية. عندي بين الثلاثة هاء ميم وسالب خمسة ميم المشترك بين الثلاثة والخمسة ما فيه، عندي الميم مشتركة بتبقى من هون ثلاثة هاء ناقص خمسة زائد بين العشرين والاثناعش رح يتبقى اللي هي رح تكون عندي اللي هي المشترك الأربعة، رح أخذ سالب أربعة بين العشرين والسالب اثناعش اللي هي سالب أربعة، تبقى من عندي هون سالب خمسة لأنها سالب أربعة في سالب خمسة رح يعطيني موجب عشرين، وعندي أخذنا سالب أربعة من الاثناعش ظل عندي زائد ثلاثة هاء، أخذنا سالب أربعة من الاثناعش ظل عندي اللي هي موجب ثلاثة هاء. عندي هون القوس نفسه
لأن عملية الجمع التبديلية هون راح تكون نفسها 3 هاء ناقص 5، فبخرج القوس عامل المشترك 3 هاء ناقص 5، بتبقى عندي هون ميم ناقص 4. إذا بنلاحظ نفس النتيجة اللي أعطاني إياها الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية. لما بدي أتحقق من صحة الحل راح أضرب اللي هي الضرب الأفقي أو أي طريقة بتكون إياها للضرب، راح أضرب 3 هاء في ميم اللي هي راح تعطيني 3 هاء ميم، 3 هاء في سالب 4 سالب 12 هاء، وسالب 5 في ميم سالب 5 ميم، سالب 5 في سالب 4 اللي هي موجب 20، أعطاني نفس اللي هو المقدار الجبري الذي قمنا بتحليله. لو أعيد ترتيبه 3 هاء ميم ناقص 5 ميم زائد 20 اللي هي ناقص 12 هاء، أعطاني نفس المقدار الجبري. بكون أنهيت اللي هو شرح درس تحليل المقادير الجبرية بالتجميع لجميع الأمثلة، ويعطيكم ألف عافية ثمن.